إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من كل شيء بعد. فلك الحمد ربي حمدا حتى ترضى ولك الحمد ربي حمدا إذا رضيت. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد المتفرد بالجلال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في ملكه ولا ولد، شهادة عليها نحيا جميعا وشهادة عليها نموت وشهادة عليها وبها نبعث إن شاء الله. يقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا نشورهم كأني أنظر إليهم عند الصيحة وهم ينفضون التراب من على رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومرشدنا ومعلمنا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه ونهج نهجه واقتفى أثره إلى لقاء رب العالمين. نضر الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله أسأل كما اجتمعنا في بيته وعلى طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يظن بعض الناس أن الدين بمعزل عن الحياة التي يعيشها الناس، وأن شعائر الإسلام منفصلة تماما عن الواقع، وأن الناس يأتون يصلون بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم يتعاملون في دنياهم بالغش والخداع والتزوير والسرقة إلى غير ذلك. فكان عنوان لقائي معكم اليوم بأمر الله وتوفيقه ولطفه ومدده: مع الدين المعاملة. نعم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، الدين المعاملة ترجمة لحسن الخلق أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأخلاق ليست ادعاء، ليست ادعاء يدعي أحدنا أنه
صادق أو أنه كريم أو أنه أمين، لكن الأخلاق بالمعاملة، فالعنوان الدين المعاملة. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من الناس يصلون ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وهم في نفس الوقت خارج المسجد يغشون ويكذبون. ومن المسلمين من يصوم في رمضان عن الحلال وفي كل وقت لا يتورع أن يأكل الحرام، إما ربا وإما أكل أموال اليتامى ظلما وإما الاعتداء على أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولاً حسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى، لا بد للمسلم أن يراقب الله عز وجل. أتعجب على من يراقب صاحب العمل وينظر إلى نظراته ويسترضيه ويذهب إليه ويحدثه ويخاطبه ويذل نفسه بين يديه من أجل هذه الدراهم ومن أجل هذه الحياة الدنيا الفانية، في الوقت نفسه أنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى لا يراقب الله لا في سره ولا علانيته، ويتجرأ على الحرمات أناء الليل وأطراف النهار، وينسى أن الله مطلع عليه يعلم السر وأخفى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. واسمع إلى الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول في الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. انظروا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، أتعجب على من يراقب البشر ولا يخشى الله تبارك وتعالى. أين حسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى؟ أين حسن المعاملة حينما يمن الله عز وجل عليك بنعمه، نعم كثيرة: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة المنصب، نعمة الأمن، أين شكر هذه النعم؟ لماذا لا نتعامل مع الله تبارك وتعالى بتواضع مع قيوم الأرض والسماء؟ أجد بعض الناس ينسى النعم التي حباه الله إليه ومنحه الله إياها، ينسى النعم الظاهرة والباطنة وينظر إلى النعم التي في أيدي الآخرين، ثم بعد ذلك يصبح إنسانا حاسدا كارها
عنده من البغضاء، وعنده من الشحناء، وعنده من الكراهية. أين نحن أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين حسن المعاملة مع الله؟ أين شكر هذه النعم؟ أين شكر الله عز وجل في المال الذي أعطاك إياه؟ اعملوا آل داود شكراً من حسن المعاملة مع الله عز وجل أن تنفق المال في طاعته، أن تتعامل مع الله تبارك وتعالى، تنفق هذا المال وهذه النعمة تستخدمها في طاعة المولى سبحانه وتعالى. بعض الناس يبخل على الفقراء وعلى المساكين وفي سبيل الله تبارك وتعالى، حتى أن أحدهم نظر إلى رجل فقير نظرة ازدراء وسخرية واحتقار واشمئزاز، فأنشده الفقير شعراً قائلاً له: تراني مقبلاً فتصد عني وتزعم أنني أبغي رضاك، سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك. لأنك تتعامل مع من؟ مع الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يستخدم النعم في معصية الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، عاذني الله وإياكم منهم يا رب العالمين. لذلك أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، أزمتنا أزمة معاملة. رجل أوروبي جاء على أحد المعارض الإسلامية التي تعرف الغرب بالإسلام، ووقف مندهشا ينظر على ما يعرض في المعرض، فكان هناك داعية فقال له: هل تريد أن تعرف شيئا عن الإسلام؟ قال له: لا 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 شكرا، لا أريد أن أعرف شيئا، أنا أعرف عن الإسلام أكثر منكم أنتم يا مسلمون، أعرف أكثر منكم، أنتم تخالفون ما تنادون به، لا تحسنون التطبيق بينكم. انظروا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، أعرف عن الإسلام أنه يحافظ على علاقة الزوج مع زوجته، وعلاقة الوالدين مع أبنائهم، وعلاقة الأولاد مع الآباء والأمهات، وعلاقة المسلم مع جاره، وعلاقة المسلم مع غير المسلم. ولكن ما تمارسونه في حياتكم منفصل تماما عما تنادون به، تسرقون وتزنون وتخونون وتقتلون، فوضويون، لا تعرفون شيئا عن النظام، ولا تعرفون شيئا عن النظافة، علاقتكم متقطعة، ليس هناك صلة بين الأرحام، تمزقون الأشلاء وتعتدون على الحرمات. انظروا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ارجعوا إلى كتاب ربكم العظيم وإلى سنة نبيكم الكريم وأحسنوا التطبيق، يدخل الناس في دين الله أفواج. نعم والله، نعم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، نحتاج إلى التطبيق العملي لإسلامنا، نحتاج إلى المعاملة الطيبة، نحتاج إلى حسن تطبيق القرآن وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، على مستوى الأسرة الواحدة تجد الوالد يدعو على ولده، والولد يعق أباه. ولذلك أتى أحد السلف الصالح إلى الحسن البصري وقال له: إن ابني هذا
لا يحسن معاملتي، يعقني ويتطاول علي. فقال له: استعن عليه بهذه الآية في سورة الأحقاف: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. نعم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة. ولذلك لما كان أحد الصالحين في زيارة إلى بعض الناس وكان يدعو لابنه ويقول: أسأل الله أن يسعدك سعادة في الدنيا وفي الآخرة، فبكى أحد الشباب. فلما سئل: على أي شيء تبكي؟ قال: أبكي لأنني لم أسمع مثل هذه الدعوة من أبي ولا من أمي منذ أكثر من 10 سنوات. انظروا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الدين المعاملة، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا سيدنا المصطفى محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه إلى لقاء رب العالمين. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حسن المعاملة أيضاً أن يلتزم الإنسان الأخلاق مع أخيه، فلا يتدخل في خصوصياته، ولا يسأل عما لا يعنيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابي الجليل أبو دجانة وهو على فراش الموت، نظر أصحابه إليه فوجدوا أن وجهه يتهلل كأنه القمر ليلة البدر، فقالوا: يا أبا دجانة، بسم الله ما شاء الله، حسن الخاتمة، نور يسطع من وجهك كأنه القمر ليلة البدر، ما العمل الذي كنت تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال لهم: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. انظروا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يتحدث فيما لا يعنيه. أحد الناس استشهد في معركة مع النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يقولون: هنيئا له الجنة. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: لعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا يغنيه. انظروا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، لابد لنا من حسن المعاملة مع الله ومع الوالدين ومع الزوجة ومع الأبناء ومع المسلمين ومع الجار ومع غير المسلم. لذلك أصيبت القلوب بقسوة، والقسوة أحباب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، والنسيان الموت من طول الأمل، وطول الأمل من
من شدة الحرص، وشدة الحرص من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. أمامك فرصة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأن تراجع نفسك في معاملتك مع الناس. أسأل الله أن يجعلنا ممن حسنت أخلاقهم، وممن تربوا في مدرسة النبي المصطفى واستقاموا على أخلاقه. نتضرع إلى الله قيوم الأرض والسماء أن يرد الله الأمة إلى دينه مردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا أديته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستعنوا إلى الله بقلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتل ما أوحي إليك من لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.